اليوم ما شارب ما والو وحتى شي حاجه صاحبي شرب البارح لا شي 3 ايام ما قراش داك السبيع غير تبدل لك واحد بزاف ديال الزغيده والدور الباهي بزاف ديال الزغيده أربعين ريال بصلة أربعين ريال بطاطا السلام عليكم يا أخوان السلام عليكم يا أخوان تعاليكم مرحبا ألف مرحبا إخواني غنمشي عاود تاني نتمنى نلقى أخوشي باش نوريكم الدراري عبد الحق وعشير وحمزة والدب السلطان في راكراو باش نوريكم البلاصة فين سكنوا ونبارطاج معكم الحياة بانوا لي دار واحد الحاجة زوينة الا ما لقيتهمش اخوتي راه نقدر نتلاقى مع بو ادريس لان سيمانه ما تلاقيتش معاه هنا ولا هنا او معنا الاخوان غتشوفوا معنا انا ما تنشوه في حد هما اللي تيقولوا لي صور معنا هما اللي تيقولوا لي حتى انت تدعمنا تتعاوننا حتى حنا صور كيف بغيتي حنا بغينا نبانوا معاك تلقى المشكله غير مع واحد الفئه ما فاهمه والو وثاني حاجه هما تيقول لي صور باش بنادم الا كان تيجي غير جاي الغربه يعرف راسو فين غيجي هما الدراري تقول واف امهم وتنوض واحد اخوتي ما عرف فين كاين الله يدير شي تاول صلوا على الرسول عليه السلام ديروا تسوا لنا لايك تابونا عندنا الاخوان حنا تنبارطاجو معكم الحقيقه واللي ما تقبلش الحقيقه يسمح لينا وما تنشفاو حتى شي حد كلك تنشف فيه كلك تنشفاو وغنتبلعو هذه اعوام ماشي دابا يلا السلام عليكم يا اخوان تحياتي لكم بقاو معنا الاخوان وانا غادي نهبطين بكار اخوتي راه فتلوا لي الروايطه وليت اخوتي راه الله يدير شي تاويل نخسرو فيه لا حول ولا قوه الله يدير شي تاويل يا ربي تخرج كما خرجت لنا خرجت لنا فينا حنا الحمد لله حنا حامين الله الحمد لله دعوا الله ودعوا الوالدين تحياتي لكم الجو مشمش الجو رائع الجو زاهي هذا هو الجو الرائع باش تصور في الكاميرا يلا بقاو معنا طاكسي اوبر زاهية وكلش معنا بقاو معنا فاني كيف قلت لكم غادي نقلب على عبد الحق هو صح عشيرو ساعة ما لقيتهم ما والو غادي ونلقى عبد الحق اخوتي مع رباط لهي وقال غندي نحسن ليه نمشي نحسن ليه ياك نمشي نحسن ليه وصافي اخوتي بان ليا مغربط في ديك الزنقة وديك الزنقة عامرة عرب ما بغيتش كاع نوقف عليه تما فيها فهمتيني اش قلت جاي للزنقة هنا ولا نلقى لا ميتين ريال ولا قلت لي ميتين ريال خطاشي في بربع ايام فاني النص داوم ليا خاطر هاد واحد خينا بيع غايتو بالتيسيران دابا رجلك دابا ما غداوي تداوي رجلك هي الاولى كيفاش تداوي رجلك هي الاولى غتقدر دير شي بيع او شري اه شاد نبغي ندير واحد فحص انا دابا معدي 60 عام يقدر يعطي واحد البريم خلص العاجل اه دابا واش تيشوف طبايب ويصغروا وكلشي حوايج جاب دابا بعدا كاين الجمعيه اللي ساكن فيها واقفين معاك حتى كلشي وانت السنان ديالك شي حاجه بحال السنان حتى السنان واقفين معاك اليوم عينين دير قادهم قاد راك علي زوبر كي عندهم من سوسيال كدير كلشي تبع لك حاجه بحاجه بس سنان باقي سنان من تسالي من الرجل قبل ما نتي مخسن عيني مخسن ضاضر كان شاب ديال ثلاثة خلاص من ثلاثة تصدق ليا غير كان تستعملش الشمس 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 وصلات عندي شان صافي خيدو قلت لي بان يوقفوا معك على رجلك تبع عاجل عندك حق ما كتبداش تخدم الدوله تعطيك بحال البورصه فهمي هذه عندك دابا السمية تقدر تبدل لك واحد خاصك تولي تاخذ السمية تاعي اي عاجل تساوي 5 هي غتولي اكوليتي هي ثم اللي تبسوها فهمتي انك راه عندك عاجل اما 65 عاد كتاخذ بلا البريد كتسميو ديال الخطيره اليوم ما شارب ما والو وحتى شي حاجه صاحبي شرب البارح لا شي 3 ايام ما قربتش ما قربتيش شربت كاس جوج صافي ممكن نحمل جوج ثاني نعيط ماشي انا بغيت انا ما حملوش اصلا اخي وخا بحال هكا
مني دابا هاد الجمعيه اللي ساكن فيها غير واقف معاك على رجلك شويه غدوز لسنيناتك ياك يصايبوا لك السنان. ايه صافي جو طوني عطاو لك الكارطه تخلص شهرين البنك ديالك مين غيصايبوا لك عاود ثاني 200 هكا غيولي غيديروا لك ديك 600 ريال دابا الترونسبور تا هو عليه حق عندك عندك تخسر معاهم ما تخرجش من تما لا غادي ندير ما بقاش الاول شرب شي قهوه ولا نمشي عند رضا الحق الا كانت قهوه قال لي يا خو مو تتسول فيه يا خو خوم هذا عم تخطات كيكون جاي لا راه هو اللي داز دابا اللي كان تغوت لا عبد الحق قصير هذاك كبير خليته النهار اخر هذاك ما لا عبد الحق قصير ولا كاري ولاو كاريين بجوج صفر وما صفر وما شربش قهوة؟ اي بغينا قهوة والله يلا معانا نمشي نشوفو مرحبا اه مكاد دابا حنا شرينا لك قهوة زيانة بعد الناس يسحبون قال لي شري ليش العايبة اول ماكلة راه تياكل تما قهوة ها هي هاك اخويا هاد العايبة عطينا واحد العايبة حتى بعد الناس يسحبون قلبها باش يقول لك ما حيت كلشي موجود ليه تما فهمتيني او باش تشري كوارو الا كنت تكمل كارو راه هنا راه الحمد لله حيت داك الشراب راه واخا تشرب منه كاس راه عذاب راه تجي مرض كاس وكاس يكتب عليك ينهاني لا راه الاخ ديالك راه تطمئن عليك من الفيديو ايه وا صافي زعما مزيان والله لا تطمئن عليك عرفتي ملي تشوف الفيديو ما تبقاش تصيفط ليا الميساج هنا تصيفط ليا الميساج مني تنغبر ما تبقاش نصور معاه كيبقى يصيفط لي واش بخير واش ويلي غبرتي عليه بعد الناس اخوتي يقولوا لي غنمشيو دابا عند عبد الحق صير راه بان لي معربط ايه تيشرب وتبدا يعربط مزيان المهم براسك شنو غنديروا معاه نحس نولي يلا بقاو معنا الاخوان اخواني لقيتو معربط وحالته مغوفل ومسخ هذاك عبد الحق صير من بعد ما تفارق مع بودريس دابا غنمشي نجيب ماكينه الحسانه ونهز الشيبي اللي يكون نقي ياك وضروري غنطبر عليهم تيسحب لكم ها ما تندير معاهم فيديو الله ولا تطبر عليهم ضروري يلا نمشيو نجيبوا اللعيبه باش نبدلوا لي الحاله ديالها اخوان عبد الحق اخويا ولا باغي يضارب لقيتو مكشكش وريوقو خارجين والحاله حاله دابا يضارب معايا انا داخل لي بالعمال شنو هاتم العمال شاجوني اخوان لا حول ولا قوة الا بالله دابا عاد كنت غنضربو تخلصتكم واحد جوكو خارجين وتعال عارف الشارع شكون هو هذا الناس نشوفو واش حمزة حمزة يعني اخوان جيت للدار من بعد نهار جيت للدار حيت البيل اخوتي ريحت جيت اخوتي لقيت هاد البرازيليين صافي شحال ما صورتش معاهم مقلقين قال لك علاش بقيتيش تصور قلت لهم ما بغيتش نبقى نصور معاكم طلعتوا لي الدم ها الكلاب ديالهم مريحين ججراوه ها الهبيله في المريحه دوسي دوسي جي بابورا قالت لكم هذا قلت لها شنو هذا قالت لي دوسي شنو هو دوسي دوسي واخوتي واحد الحلوه حلوي حلويات دوسي هي حلوه شدات القرعه ودارت معها السكر وطيباتها ها هي ذوقوها كيف دايره بلا شي بسم الله هادي تيديروها في البرازيل القرعه تيديروا مع السكر تيديروها دوسي دوسي حلاوه حلاوه قرعه حلاوه الروز يديروا الخيز وكل شيء بسم الله مزيانه الله يسلم مزيانه ولكن اللي كثرت منها غدر غدر راس غدر الحلاوه ولكن بنينه قرعه قرعه ناديه بوما خلينا ندوق عاوتاني بسم الله بوا ما سنتين بينوف قومي موتو ديلا عرفت كانوا كون دور ديك عبيتها زغتي صغيريتها والدور باهي زغتي صغيريتها اوبلولو 40 ريال بصلة 40 ريال بلاصة 40 ريال بطاطا فال 40 ريال طاطا كويرة ليمون القرعة 40 ريال قرعة 40 قرعة قرعة كومو شاميس بوبرا ابوبرا ابوبرا تيشموها بوبرا ابوبرا حنا تنسموها القرعة نسوني اليوم سيستافيرا اليوم الجمعة سيستافيرا هي الجمعة ها آه. هالكليبة زويونا ها هي تشوف فيها اليوم الجمعة خوتي البرازيليين عندنا هاد البار التحتاني ديما الزهور هو البهو
ها انتوما الشوايه في البرازيل اللي مثلا من بعد ما تقضت لي الباتري ديال الشارج زعما صغيريتها مسطيه تطلعها اليوم هادي دارت قرعه قد قد الخلا عرفتي قرعه قداش شتي ديك القرعه اللي تنبيع مخدر تكون حاطها قاسمه على جوج تعمر منها ودارتها كامله ولكن ماشي بهذاك الشكل اخر هادي لكن قرعه مذاق قرعه ديال الكسكسو هاهي شدها سقطت قطعتها كامله وكيف بصي فايزي لا بصي كورتوي لا بيداسي قطعتها طريفات صغار نقاتها وكلشي ودارتها ودارت معها السكر كوانت كيلو دو السكر بصي كولو نيون كيلو قالت لك نص ديال الكيلو ماشي كيلو كامل وكيسو كرافو كرافو دارت القرنفل كيمايز بصي كولو كو ها كو دارت الكوك والقرنفل طريفات ديال القرنفل والسكر وقرعة الصويصو قالت لك هادشي اللي كاين انا هالشارج وتنشارج الكاميرا وتنزلت هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين كلشي بخير كنت بهاش صحيحة صحيحة ربعي ديال البصلة حرس بلاصتنا الله اكبر الله اكبر ازرتي زايد وي وي يي 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 نطلع عليهم ولكن ها انتوما في البرازيل ضروري تتقى المقالي تا هما القوامل داكشي ناضي تا في البرازيل اي بلاد لا يعلم فيها القوامل شوف واحد الحاجه اللي هي جابتها حار ديال البصح زيت العود حار بلاش بقاو معنا ها انتوما انا معكم هنا بقاو معنا انا معكم نبارطاج معكم واحد جوج اشياء جوج اشياء هي هاد الدواء هذا تيكون ديال العسل الحر ولكن هو دواء بالاعشاب دايرينه في واحد القريعات دايرينه في واحد دايرينه في واحد العيبات انا نوريهم لكم الدواء ديال النصران وطول المعده والله حتى ربنا بطل اخويا هادشي هذا هادي الشيء ديال البرازيل العشوب ولكن دايرينه في واحد القنينات صغيورين في العسل الحر عندهم العسل رخيص هنا العسل ها انت كيفاش دايرين لي شتي الشيء هادي راه العسل الحر مزيانه الرجال اللي مزوجين مزيانه الامعاء مزيانه الامعاء مزيانه ها انتوما نقدر نضرب انا دابا وحده في العسل تضربها فيها المذاق ديال العشوب ايوا تتعالج يا خوتي ناضيه تتشيق الصباح وهذاك بالنسبه للناس هذه مزيانه عشوب دواء طبيعي حتى هما عندهم العشوب حتى هما عندهم داك الشيء راه البرازيل شي قاره قداش راه عندهم العشوب ديال الامازون ديال هذا زيت العود بالحار عرفتي هاد الحاره هادي شتيها حارة صغيرة ولكن راه زيت العود عندنا زيت العود عندهم تا هو زيت الحوض العود الحر ناضي فهمتيني بعض الناس في المغرب تيسحاب ليهم البرازيل ما فيه البرازيل على حد الدولة هي بحال الشعبية ماشي بحال اوروبا تا اوروبا راه فيها ولكن هادو تا هما عندهم داكشي شعبي عندهم مقالي عندهم قوامل عندهم العشوب عندهم داكشي كامل اللي عندنا حنا في المغرب تبقى غير في شي اشياء تغييرية بسيطة اما هاد زيت العود اخويا مع هاد الحار تحط نقطه وحده دقه بلا ما طلعوا الله بقيتي نطي كدا ايه هاتوا العطريه في البرازيل كيفاش ياخذوها شوف العطريه في البرازيل كيفاش ياخذوها هادي ورقه سيدنا موسى ها هي ورقه سيدنا موسى هذا تحميره بلاتي اكا الصفرون الصفرون هادي الخرقوم هذا الخرقوم هذا الشيء الخرقوم فيه واحد ريحه ناضيه دوريجي الحقيقه تبقى غير المذاق ديال المغرب بشكل هذا ضروري الشعب البرازيلي تيطيب بالزعتر الزعتر ضروري في العطريه في المقوامل في كل شيء هذه التحميره شتو تحميره كلوروفيكو كلوروفيكو تسمو كلوروفيكو الخرقوم تسمو اسافرون هي جايه من الصفر راه عندهم شي كلمات تشبهوا لينا شتي هادو عطر زيد على الله زيد او التالي عندي واحد جوج باليه ديال اتاي شحال انا حاطهم باق ما تنطيبش ما تنديرهم ما والو والاشواء اشياء زوينه تبارك الله هذه الكليبه تتشوف فيا ها هي راسها بحال المقله تتشوف فيا وانا زاهي ما على باليش ما شفتش نوريكم ها شو شحال الزعتر وورقه سيدنا موسى ضروري ما تكون زورقه سيدنا موسى سيدنا موسى سيدنا موسى عليه السلام هاتوا الاخوان ضروري الحوت راه شاري انا هذه دابا المقارونيه الروز في بلاصه ما حنا تنحطوا خنشه ديال 25 كيلو ديال الدقيق هما لا تحطوا كل 5 كيلو 5 كيلو 10 كيلو الثالثه راه 15 كيلو ديال الروز
اللوبيا، القهوه ضروري في الشعب البرازيلي معروف بالقهوه على الصباح. اللوبيا القهويه هذه عندهم، هذه اللوبيا قهويه ضروري، اللوبيا الكحله تيديروا بها الفيجوا هذا اللي مشهوره في البرازيل. وداك الشيء ناضي تبارك الله. واتاي انا شاري على قبل هذا اتاي هذا، لان هذا اتاي عندهم مزيان، هذا ما تيهضمش، تيهضمش لك المعده بحال ديالنا. بغيتي تضعف كل هذاك، علاش؟ لان حنا عندنا بزاف الناس تلقاهم تياكلوا وياكلوا ما تتبانش فيهم ماكله. علاش؟ لان اتاي ديالنا تينشفك، تيه كاع البروتينات تيحصلهم بالرجوله. هذا مازال زوين لانه ما حارش. ها يلا بقاو معنا الاخوان، تحيه لكم، سوشنا لايك، تابونا عندنا، تبارطاجيونا ونعز نصر ان شاء الله. السلام عليكم. ما نجحت ولا حد، غير هي بغيتك تدبر فيها راسك تشدو. واحد السيد باقي ناضي، بان لي باقي ناضي، هزو بيعوا ليه. لا حول ولا قوه الا بالله. مزيان تدبر على راسك. كيف دابا انت هاز ميكا تدبر على راسك، تجمع الالومنيوم. وري وري وجه تعيش. لا 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 عادي، تبيع وتشري. لا تجمع الالومنيوم باش تبيعه، ماشي شافرو انت. هذيك هذاك تلف تلف اللغه ديال التوانسه. تلف ما معنى تلف؟ تلف معناتها كتبنا عندي 500 ريال يجيبي ونبدا طالع بميكات شي خلو العباد. يقولوا قاعد يجمع في الالومنيوم لا فراي. أمانة عاقتي في جيبي. العاق في جيبك عندك؟ عندك العلاقة تبارك الله. الحمد لله. الحمد لله. هذاك اسمه بالتونسي. التلف. تلف. تلف. خوتي غنحط لكم تصويرته كيفاش كان هذا، والله ترى تصدموا. شوف شوف. لا ترجع ترجع غير انت اللي. يا اخويا خلينا نحسير على الله. اللي جاي ذاير البون جاردين ما بتعرف. بون جاردين. انت القندم تاعك من هنا. اها. احنا باش ندوروا على اليسار. معلم. فهمتيني؟ السيد كاين قال لي انا تسكن من هنا ولا تسكن. نعملوا بون جاردين على اليسار. سير على الله. ناخذوا كان دي. اها. فهمتيني؟ اها. للفافيل غادي ما عادش فما كاميرا ويت. معناتها كي تدخل حاجتهم بيك ياكلوك خاطر ما فماش كاميرا غادي. اه. فهمتيني؟ ولكن اللي عرفوني يوتيوبر مغربي سطي. ها انتم الاخوان داكشي ديال الهي. لي قول لي عايش جوال ما معاش مع حتى حد. شكون انت؟ معاش مع شكون؟ مع حتى حد، ما عايش بوحدك. وحدي انا. وحدك؟ رجولة نحكيو. من رجال. رجال انا عندي 3 سنين. حاشا خويا. حاشا من يسال. انا جبتو كان في البو. تقول لك جيت لهنا بوحدك. كل كسد الصحراء. البيروانيين تيجروا معاك يشوفوا معاك. الكل هنا. ريتيهم نساوينهم الكل هنا. وعلى بعضها في البابيلا واللي تحب بنتي. كلهم هيك. علاش؟ عندك لافير عندك تلاف. حديد هذا. حديد طاحتي الحديد جامح. زوين. بو بو. باولو باولو اكس اكس. عندك حبيبي.